السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا اليوم احنا نتكلم عن محاضرة هامة وهي الخيال واللا خيال، فيكشن ان نون فيكشن. نبدأ بسلايد رقم 2، الخيال واللا خيال. وهنا صورة شيء خيالي، تتكير صورة خيالية، وهنا إنسان طبيعي، وهذا يدل على أن هذا جزء خيال. And the other part is non-fiction. نطلع على التعريف. عندما نتكلم عن التعريف نقول fiction is literature in the form of prose, especially novels that describes imaginary events and people, while non-fiction deals with real events and things. يعني أن الخيال في الأدب هو يعني نوع أو جزء نثري خاصة، يعني مثل الرواية والقصة القصيرة، والذي يصف أشخاص وأشياء خيالية وأحداث خيالية، بينما اللا خيال يتعامل مع الأحداث الواقعية والأشياء. نيجي نشوف تعريف non-fiction. Non-fiction وهو نوع من الكتابة writing that deals with real people, places, أماكن and events. And it is the opposite of fiction. إذن هو اللا خيال يتعامل مع الناس الحقيقيين والأماكن وطبعا الأحداث، وهو عكس الخيال تماما. Non-fiction, a writing that deals with real people. حط لك كمان real بالكابيتال عشان يقول لك أشخاص حقيقيون وأماكن وأحداث واقعية. هذا بنسميه non-fiction. Slide 5 يتكلم عن الكومبارتن والمقارنة بين الخيال واللا خيال. طلع على تعريف fiction. 1. It is made up a story from the author's imagination. وهي قصة من يعني تفكير واختلاق الشاعر ومن خياله. May be based on some fact or something that happened to the author. ممكن تكون هي قصة حقيقية في الأصل وفي الواقع، ولكن أضاف عليها أشياء وأصبحت خيالية. It has beginning, middle and end. لها مقدمة ووسط ونهاية. And it is read for fun or entertainment. وطبعا نقرأها من أجل التسلية والمتعة، لأنه بتعرف الخيال إحنا بنقرأه من أجل المتعة ومن أجل التسلية، وفي نفس الوقت نتعلم الدروس من تجارب الآخرين. Non-fiction وهو الواقع. Retelling يعني إعادة سرد. ورواية of actual people, places or events. إعادة سرد ماذا حصل لناس حقيقيين وأماكن حقيقية وأحداث حقيقية. It is based on a provable fact. وهي دائما مبنية على حقائق موثقة ومثبتة. And it has a table of contents. يعني أشياء صارت ولها تاريخ، واللي احنا بنسميها باللغة الإنجليزية chronology. وكمان it is read for information. نقرأها من أجل المعلومات or to learn أو نتعلم. ومن هذه الأمثلة الصحف، المجلات، newspapers, essay, biography, autobiography. كل هذه هي أمثلة عن non-fiction. الصحف، المجلات، السير الذاتية. نأتي لأهم عنصر من عناصر الخيال، واللي هو هنا في slide رقم 6, elements of fiction، وهي عناصر الخيال: characters, setting, plot, point of view, theme, conclusion. Character الشخصيات، setting المكان، plot الحبكة، point of view وجهة النظر أو السرد، theme الفكرة، conclusion. وهؤلاء هم أهم عناصر بتكون موجودة في فهم وتفكيك وتحليل أي قصة أو أي رواية أو أي مسرحية أو أي دراما. فمهم جدا دائما عندما نقرأ الأول العمل الأدبي، قراءة أولى، we call it first reading. Then we deconstruct the text. نقوم بتحليل هذا النص by asking ourselves these questions: what are the characters? Where is the setting? What is the setting? What is the plot?
Is there any main plot or subplot? What is the point of view? What is the narration? Kind of the narration? What are the themes? How many themes are there in the text? What is the conclusion? How is the end? It is it open end? Is it closed end? هذه الأسئلة مهمة جدا في فهم وتشريح أي عمل خيالي أو قصة أو رواية. وطبعا هذا الآن هو الجانب النظري. عندما نحلل القصة والقصص سوف نعيد هذه العبارة ونسألكم من هي الشخصيات؟ أين المكان؟ ما هي الحبكة؟ أنواع الحبكة؟ ما هو الصراع؟ أنواع السرد؟ ما هو نوع السرد الذي استخدم في هذه القصة؟ ما هي الأفكار الموجودة في القصة؟ أكم من فكرة موجودة؟ وكيف كانت النهاية؟ هل هي نهاية open end, we never know what will happen to the character, or is it a closed end, which usually ends in marriage or death. هذا كمان هنتكلم عنه. هنا كمان عنصر مهم جدا. Fiction is divided into parable, tale, fable, short story, novella, and novel. معناته أن الخيال ينقسم إلى ستة أقسام: الأقصوصة بارابل، تيل الحكاية، فيبل الخرافة، شورت ستوري القصة القصيرة، نوفيلا واللي هي الرواية المصغرة، النوفل الرواية. والآن حنمسك تعريف كل واحدة فيهم على حدة. What is a parable? A definition, it is a short story or a simple image used to illustrate a deeper message. وهي أقصوصة وحكاية صغيرة وتعبر عن رسالة عميقة. وفي العادة تكون هذه الرسالة رمزية مثل أو مثل شعبي متعارف مبني على تجربة مثل divide and rule. فرق تسل. Unity is power. الوحدة طبعا قوة. طبعا هذه بتكون قصة موجودة أقصوصة من ثلاث سطور أو فقرتين أو ثلاث فقرات يوجد فيها إيه؟ درس أخلاقي ورسالة معينة. That is the parable. Then we have the fable, وهي حكاية وقصة قصيرة أكبر شوية حجما من البارابل ولكن شخصيات إيه حيوانات. شوف التعريف الآن. A fable is a very brief story in prose or in verse that teaches moral or a practical lesson about how to succeed in life. إذا الخرافة هي قصة صغيرة جدا تكتب بلغة النثر أو الشعر وتعلمنا دروس واقعية عملية وأخلاقية كيف ننجح في الحياة. And normally the characters of the fable are animals like كليلة and Dumina in the Arab literature or animal farm for our writer George Orwell اللي إحنا مزرعة الحيوان وهي القصة الشهيرة الذي كتبها جورج أورويل سوف نتكلم عنها وعن أعماله الأخيرة الأخرى لأن جورج أورويل هو من الكتاب اللي سوف ندرسه في القصة القصيرة. هون فوك تيل والقصة الشعبية. شوف التعريف. A folk tale is a story with no known author. Folk tales are passed down from one generation to another by word of mouth. إذن folk tale هي القصة الشعبية الكاتبها غير معروف مجهول وهذه القصص يتم تناقلها من جيل إلى آخر by word of mouth يعني شفويا لا نعرف من القائل وهذه القصص هي القصص الشعبية اللي إحنا طبعا كثير بنمر فيها وبنسمعها زي قصص الغولة وقصص الجبين وقصص كثير كنا نسمعها طبعا وإحنا صغار قبل النوم وبالعادة بتكون يعني قصص مرعبة عشان تنام على السريع من الخوف. الآن مقارنة موسعة شوية between fable and fairy tale بين الخرافة والقصص الخيالية. نشوف شو مزايا الفيبل.
A short fiction giving a moral lesson at the end. قصة قصيرة جدا هدفها أنها تعطي توصل رسالة أخلاقية. طب اثنين ما حكينا characters are animals الشخصيات إيه حيوانات inanimate objects or forces of nature ربما تكون يعني أشياء جمادية حيوانية أو قوة من الطبيعة زي ما حكينا كليلة أن ضمن an animal farm مزرعة الحيوان اللي الكاتب الشهير جورج أورويل. Main aim is to provide entertainment along with a moral lesson to the audience. الهدف الأساسي إنها تسلينا وإيش كمان وتعطي للجمهور كمان درس أخلاقي أو عظة أو حكمة لكي يتعلم. يعني إحنا نتعلم من تجارب الآخرين عندما نقرأ الأدب. مش شرط إن نمر في التجربة عشان نتعلم. إحنا نقدر نتعلم من تجارب الآخرين بدون ما إيش ما نمر في نفس هذه التجربة. حاطط examples أوسف فيبلز بودست فيبلز لايك بانشا تانتريا. نأتي للفيري تيل وهي القصص يعني الخيالية واليعني an imaginary fiction طبعا هو النوع من الخيال created primarily to provide entertainment especially Turkish. وهذا النوع يعني يكتب من أجل تسلية الأطفال يكتب للأطفال magical character شخصيات خيالية ساحرة such as the earth giants طبعا المرد الناس الضخام الأقزام الوولفز غابلز الشياطين فيرس الجنيات هذه قصص الجنيات and witches الصحراء main aim is to take the audience to a beautiful fantasy الهدف إنه يتنسوا الأطفال واقعهم ويعيشوا في جو خيالي يسحبوهم من الأرض لفوق تمام providing entertainment يأخذ الأطفال برحلة إلى عالم الخيال عالم الجنيات وعالم الصحراء وعالم الأقزام أمثلة كثيرة شهيرة سندريلا بيوتي أند ذا بيست الجميلة والوحش هانسل أند غريتل ذا فروغ برنس كل هذه أمثلة عن طبعا القصص الخيالية نأتي للنوفل وهي أم الخيال هي سيدة الخيال Definition Fictional prose narrative usually consisting of more than 50,000 words دائما الرواية تتكون من 50,000 كلمة Example Lord of the Flies أمير الذباب الذباب الذي كتبها الكاتب الشهير ويليام جولدينغ هنتكلم عن الرواية وتاريخ الرواية بداية القرن الثامن عشر 18th century novel 19th century novel the Victorian novel the modern novel الرواية لها تاريخ الرواية عمرها يفوق على 300 عام فهنتكلم إن شاء الله في تفصيل عن الرواية هناك أنواع مختلفة من الروايات major types of the novel We have epistolary novel, روايات الرسائل, epicurus novel, روايات المغامرات, experimental novel, روايات تجريبية, novel of manners, روايات العادات والتقاليد والتصرفات, sentimental novel, روايات العاطفة, gothic novel, روايات الرعب, historical novel, روايات تاريخية, social realism, الروايات الواقعية الاجتماعية, Psychological Stream of Consciousness Novel وهي الروايات الحديثة Epistolary Novel هنا كانت بدايات الرواية عندما نتكلم عن Epistolary and Picarus Novel هي روايات القرن الثامن عشر وهي روايات الرسائل for Samuel Richardson and روايات المغامرات like روبنسون كروزو للكاتب البريطاني دانيال ديفو أو جوزيف أندرس توم جونز للكاتب البريطاني هنري فيلدينغ هذه بداية رواية القرن الثامن عشر Experimental novel وهي كانت هذه الرواية مشهورة في القرن طبعا العشرين وهي الروايات الحديثة Novel of Manners هذه الروايات انشهرت في أواخر القرن الثامن عشر والتاسع عشر والتي تتكلم عن تقاليد المجتمع البريطاني وكانت أشهرهم جين أوستن في رواية الشهيرة Bride and Bridges Sentimental novel هي روايات الحب والعاطفة وأشهرهم Wuthering Heights واللي كتبتها إيميلي براونت
جاثيك نوفل هي كمان روايات الرعب وروايات الخيال والفانتسي، نقدر نعتبر كمان وذرينج هايت مزيج من السنتمنتال اند ذا جوثيك نوفل، واللي كانت على علاقه الحب الخالده بين كاثرين اند هيثكليف. سوشيال رياليزم الاجتماعي الواقعيه الاجتماعيه، واللي كان طبعا الماستر تاعها تشارلز ديكنز في رواياته جريت اكسبكتيشنز وديفيد كوبرفيلد وكثير من الروايات الشهيره اللي كتبها تشارلز ديكنز. Psychological Stream of Consciousness Technique، احنا حتري لما نتكلم عن تيارات الشعور والرواية النفسية نتذكر الرواية الحديثة، وعلى رأسهم جيمس جويس الذي كتب قصة أرابي and Ulysses. وثم نتكلم عن فيرجينيا وولف، ثم نتكلم عن دوروثي ريتشاردسون، ثم الآن نتكلم عن definition of the short story. It tells us about a single event or experience. تكلمنا عن حدث واحد. Fictional not true. طبعا هي جزء من الخيال، وهي ليس واقع. كمان تتكون من 500 إلى 15,000 كلمة. طبعا إذا إحنا بنتكلم عن الحجم، it consists of 500 up to 15,000 words, but normally short story يعني we can say from 3,000 words to 5,000 words، يعني من 3,000 كلمة إلى 5,000 كلمة. Another thing about the short story. Another thing about short story, it has a beginning, middle and end. It creates an impression on the reader. وبتخلق انطباع على القارئ، لها بداية ووسط، طبعا هي الحبكة وإيش والنهاية. إذا كمان مرة تعريف القصة القصيرة. It tells us about a single event or experience. It consists of 500 to 15,000 words. هذا هو range in length. Has a beginning, middle and end and creates an impression on the reader. نشوف كمان شغلة تانية. Here we have novel and short story. نعمل مقارنة بينهم. The obvious difference between a novel and a short story is that short stories are short and novels are long. يعني معناته القصة القصيرة هي قصيرة، والنوبل طبعا بتكون طويلة، لأن احنا حكينا الرواية 50,000 كلمة، هنا نتكلم عن 500 ل 15,000. Short story can be 1,000 to 20,000 words. More average is 3,000. طبعا في الغالب وفي العادة from 3,000 words to 5,000 words. كمان في اختلاف obvious difference. A novel is much more complex with many transformational events that is more than one character can go through. طبعا الرواية كبيرة، فيها شخصيات كثيرة، أحداث كثيرة، أكثر من حبكة، أكثر من idea. لا، الرواية طبعا تشمل كل شيء. نعمل هنا كمان comparison وتعريف between the short story and the novel. نطلع على short story. Short stories are shorter than the novels. أقصر. Short stories are intended to be read in a single setting and designed to produce a single effect. من الهدف القصة القصيرة أن نقرأها على جلسة واحدة لكي تخلق أثر معين. Short story contains one basic plot، يعني تتكون من حبكة واحدة. Short stories focus on one or two characters، لأنه الحجم the magnitude we are limited by the magnitude، لأنه مقيدين بالحجم، فدائما عندها إيه شخصية أو شخصيتين. Short stories generally cover a very short period of time، ودائما الزمان تتكلم عن فترة زمنية قصيرة. اطلع على الرواية مقارنة. Novels are longer than short stories، أطول. Novels are not intended to be read in a single setting and not designed to produce a single effect. طبعا الروايات مش هدفها نقرأها مرة واحدة على جلسة واحدة، كنت تقعد أسبوعين، ثلاث أسابيع، حسب وقتك وحسب
الفراغ، لأنه بتكون أيام 200 صفحة 300 صفحة. بعض الروايات لايك سامر تشارلسون نوفل باميلا عند كلاريزا وصلت لألف صفحة. إذن لا تقرأ على جلسة واحدة. Novels can contain many subplots and a complex mini plot. كثير من الروايات بتتكون من حبكة أساسية وحبكات صغرى وأفكار كثيرة. Novels can focus on multiple characters. كمان الروايات بتركز على شخصيات كثيرة. في الروايات هتلاقي major characters، هتلاقي minor characters، هتلاقي شخصيات round characters، flat characters، هتلاقي عشرات الشخصيات الموجودة في الرواية. مثل قصة قصيرة هتلاقي شخصية أو شخصيتين. Novels can cover very long periods. وكان كمان الرواية بتغطي طبعا فترات زمنية طويلة. ممكن الأحداث تكون في مصر، وممكن تكون في لندن، ممكن تكون في أمريكا. زي الرواية الشهيرة لغادة لأهداف سويف، واللي هي اسمها The Map of Love. نشوف هنا كمان نيجي للنوفيلا. نوفيلا هي الرواية المصغرة، وهي تأتي دائما بين القصة القصيرة وبين الرواية في الحجم. نوفيلا is a story between 20 to 100 pages and can be also a collection of short stories. ممكن تكون هي مجموعة من القصص القصيرة like Joseph Conrad's Heart of Darkness، وهي قلب الظلام، والتي تكلم عن الاحتلال البلجيكي للكونغو the Belgian colonization of the Congo. ممكن كمان الرواية المصغرة لإرنست ميكوي The Old Man and the Sea الشهيرة، واللي أخذ عليها جائزة نوبل للأداب The Old Man and the Sea الرجل العجوز البحر. هذه أمثلة examples of the novel، والذي هي تأتي بين القصة القصيرة وتأتي بين الرواية. نطلع نعمل مقارنة هون between the novel and novella. نشوف التعريف كمان مرة ونعمل مقارنة بينهم. Create a comparison between both of them. A novel is a genre of fiction which is referred to as a long narrative prose, which presents a quite lengthy story of a group of fictional or imaginary character and it. دائما نتكلم أن الرواية هي عبارة عن مقطوعة نثرية سردية طويلة فيها شخصيات كثيرة وأفكار كثيرة، واللي تخلق أكثر من أثر وتقدم أكثر من رسالة للقارئ. بينما النوفيلا being slightly different from the novel in terms of the length، الاختلاف بيكون الحجم أقل. Novella is referred to as a genre of fiction which is longer than a short story. وهي طبعا أكبر حجما من القصة القصيرة and shorter than the novel، ولكن العناصر اللي بتكون موجودة فيها هي نفس العناصر الموجودة في الرواية، مثل الكاركترز والستينج والناريشن والإند والبلوت والكونفليكت والسين. هيك بنكون عملنا مقارنة بين النوفل والنوفيلا، وهيك بنكون تكلمنا عن الفرق بين الخيال ولا خيال. نعمل كويك سيرفي مراجعة لما تحدثنا به اليوم. هنا الفرق بين الخيال ولا خيال، والصورة رمزية واضحة. ثم هنا تعريف الخيال والذي يتعامل مع أشياء خيالية. ثم هنا Nonfiction deals with real people, places and events. Then here the difference between fiction and nonfiction، المقارنة. وهنا كمان عناصر الخيال، وهذا مهم جدا. كاركتر سيتنج بلاك بوينت فيو تيم اند كونكلوجن. ثم هنا نتكلم عن the divisions of fiction، parable، tale، fable، short story، novella and novel. وبعدين عرفنا كل واحده على حده. What is the parable؟ What is fable؟ خرافه، folk tale، القصه الشعبيه. الفرق بين الخرافه والقصه طبعا الخيالية في بين الفيرتين. تكلمنا عن النوفل، تعريف النوفل. ثم تكلمنا عن أنواع النوفل اللي هم تقريبا حوالي 8 أنواع. ثم تكلمنا عن تعريف القصة القصيرة وكيف تختلف القصة القصيرة عن الرواية. What is the difference between short story and the novel and how the magnitude decides
every genre وكيف انه الحجم بحدد كل واحده منهم. وهنا كمان مقارنه بشكل اوضح, what is the difference between short story and the novel. ثم تكلمنا عن الروايه المصغره واللي هي نوفيلا, وما هو الفرق بين الروايه, هنا تعريف النوفيلا, وهنا كيف ما هو الفرق, and what is the difference between novella and novel and novella, وشو الاختلاف اللي موجود بينهم, وكيف النوفيلا هي اكبر من القصه القصيره واصغر من الروايه. ومن امثلتها The Old Man and the Sea for Ernest Hemingway and Heart of Darkness for Joseph Campbell. إن شاء الله بتكون استفدت من هذه المحاضرة, وإلى محاضرة أخرى, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.